قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث للعالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكل السادة المتصلين والمشاهدين، ومرحبا بكل السيدات المتصلات والمشاهدات. وأرقامنا موجودة أسفل الشاشة، ومرحبا بالجميع. ومعنا أختريما من الجزائر العاصمة، مرحبا. اهلا، مساء الخير يا شيخ. مساء النور يا اختي، كيف حالك؟ والله الحمد لله، العائله كلها بخير. والله الحمد لله. تحيه لك ولاسرتك ولكل العاصميين. الله يسلمك، الله يسلمك. واياكم، ومرحبا باختي ريما. الله يسلمك. شيخ، انا نمت الرسول عليه الصلاه والسلام. ما شاء الله ما شاء الله. ما شفت النور برك، وهو وابا بكر الصديق. ما شاء الله ما شاء الله. نشوف زعما النور برك تاعهم واقفين يصلوا. ما عاد قال لي نودي قومي تصلي، نودي تصلي. الرسول قال لك عليه الصلاة والسلام وأبا بكر الصديق. ومن هو الذي قال لك يصلي، أبا بكر أم الرسول؟ والله ما شفيت، بصح في زوج كانوا يصلي وكان النور تاعهم واقفين يصلوا. ما شاء الله ما شاء الله. يعني قومي. ولم تري وجههما؟ ما شفت، شفت النور برك، النور تاعهم. نعم، هذه الرؤيا. هذه رؤية الأولى، والرؤية الثانية أنهم بزاف الحنوشة هكذا زعما يقرصوني، وبعد أنا نحكم هذاك المكان وين قرصوني نقرأ سورة الفاتحة. أنا معك. نعم نعم، نقرأ سورة الفاتحة زعما المكان اللي قرصني فيه الحنوش. أشك فنهم هذا المعنى، ما أشك فيه تعاود لي. شحال في عمرك أختي ريما؟ في عمري 32 سنة. متزوجة؟ نعم. عندك ابناء؟ نعم. الله يبارك، الله يسلمك. ما لاحظتيش عندك ناس حساد وغيره منك؟ والله ما على بالي، بالك ما على باليش. انت عامله ولا ماكيده في البيت؟ لا ماكيده في البيت. ما لاحظتيش من بعض القرابه ولا ما شبه ذلك تحسي بلي غيره منك ولا الهضره؟ نسمع هكذا كلام ما يعجبش الهضره. اذا رقيت ولا ما رقيتيش اختي ريما؟ رقيت. ما قالولوش عندك العين؟ يقولولي. يقولوك عندك العين او بما تسمى بالتبع؟ صح، يقولولي. صح. وما لاحظتيش امورك لما تحبي تقضيهم بطيئه وثقيله؟ بطيئه. نعم، ولكن قضايا الناس سريعه. نعم، صح. سوا نعم. اذن اختي ريما، نعم، ابقي معنا وستسمع الجواب. يعطيكم الصحة لكل الفريق، يعطيكم الصحة وربي يعاونكم إن شاء الله. الله يسلمك، ومرحبا بك للمرة الألف. مرحبا. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه. أختي ريما، بشرى لك برؤية رسول الله وأبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة بالاستثناء. فرؤيتك لرسول الله وهذا الرجل العظيم الذي كان معه وصاحبه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبا بكر الصديق يدل على قوة إيمانك وإخلاصك وحبك للإسلام ولله ورسوله وللصحابة الميامين الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فبشرى لك بعشرة خصال، أن أولها أن الله حرم النار على من يرى الرسول في المنام، أن الله أعطى إذنا وأمرا للجنة أن تستقبل وتدخل في وسعها ورحابتها من يرى الرسول في المنام، يعني يكون من أهل الجنة، إلى آخر الخصال المتبقية وهي ثمانية. هذه بشرى لك، أحمد الله واشكريه واسجدي له سجود شكر. هذه واحدة. الثانية، الرسول أمرك بالصلاة في المنام
فحافظي على صلاتك وكوني ممن يقومون الليل وممن مدحهم القرآن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقيام الليل السمة من سمات رسول الله والصحابة أجمعين وسلف الأمة وخلفها، فمن أراد أن يقتدي بهؤلاء فعليه بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين وسمة من السمات التي تحل بها سلفنا سلف وخلف، نسأل الله العافية. أما الرؤية الثانية فأنصحك يا أختي الفاضلة ريما أن تقضي حوائجك في السر والكتمان، وأن تواظبي على أذكار الصباح والمساء وأثناء النوم، وأن ترقي على العين وتجعلي في دارك سورة البقرة. ولما تقضي حوائجك في السر والكتمان سترتاحين وتحسين بأن الأمور تغيرت إلى الأفضل والأحسن. أما الأمر الجدي اللي تسمعي كاع الناس معناها ماكش حابة تريحي، ولهذا أقضي حوائجك في السر والكتمان، وداومي على أذكار الصباح والمساء وأثناء النوم وكثرة الدعاء. وإذا ريحتي الله يبارك، شتي روحك مازال تعبانة، شوفي كأشراقي يخاف الله ويرقي على الكتاب والسنة ومعك محرمك، وإلا فلا يجوز لك الذهاب بمفردك. وأنصحك بعدم الرقية الجماعية، فلا جدوى منها ولا خير فيها ولا بركة فيها. إذن الرؤية فيها خير وبركة إن شاء الله، والله أعلم. معنا الأخت كريمة من سطيف، أو ريمة عفوا، يا ريمة من الجزائر انتهت، ثم ريمة من سطيف، مرحبا. مساء الخير. مساء مريم من سطيف. أو مريم من سطيف، مرحبا أختي مريم. شيخنا نيم الزوجة تاعي نيم العمو. عمو عطى له دراهم. نعم. هكذا مقطعين، ولا الزوجة تاعي كي اللي ما شتيش، ولا بدلهم له عطى له جدد دراهم جدد. ولا نيم عطى له سكارة وفيها مفاتح. ها؟ هذه هي الرؤية. عطى له سكارة تاع دراهم. ها عطى له صوارد هكذا تاع كارط. يعني عطى له بزاف ولا شوية؟ ها عطى له شوية بزاف، مش والعلاقة بينه وبين عمه جيدة؟ العلاقة مش جيدة. يعني متوترة. ها متوترة. لأن الدراهم مقطعين ماهوش ملاح. ها ولكن اللي ردي كلي مش تسكي عطى له ولا بدلهم عطاهم له جدد. ما حدش يحكمهم الزوج تاعي راح ولا ليه عطاهم له جدد. ما كاش زوجك ما يسالش العم كاش مال ولا كاش ميراث ولا كاين ميراث بيناتهم؟ الرؤيه اظهرت ذلك، وعمه يتماطل ويتهرب. هي يتهرب. سوا ها ولا طالوا سكره طالوا سكره وطالوا مفتح. عطالو شكارة وعطالو مفتح. مش شكارة الشيخ، سكارة تعباب كادنا كما احنا نقولوا. ايه خلاص كادنا. نعم كادنا عرفتها كادنا وعطالو مفتح. ايه انت هدرت لي بالله جاء تعصيف انا ما نعرفهاش. ايه كادنا وفيها مفتح. الله يبارك. اذن بابت زوجك حي ولا ميت؟ زوجتي بابا حي ولا ميت؟ ميت بابا. وبالتالي يعني عمورها يتماطل في قسمة التركة. ايه يتباطل يسمى عندهم هكذا كما احنا نقولوا ارض، عندهم ارض واللي متوكل بها كما احنا نقولوا مش اللي تبيعوا مرة. اذن اختي مريم. مريم شحال في عمر زوجك؟ 38. وانت الله يبارك. انا عندي 30. الله يبارك. ابقي معنا وستسمعي الجواب ومرحبا بك. والرؤية الثانية الشيخ. اه. الرؤية الثانية نمت الأم تاعي. اه. كلي رحت لدارها نلقى هكذا نساوين دايرين. اه. النساء
دايرين. كلي كي خاص شي ثانيه تبر الام تاعي كلي قالت لي بيركولي راني زوجت. ايه قالت لي بيركولي راني زوجت او زوجني الخوني. ويماك حيه ولا ميته؟ حيه. والعلاقه طيبه مع زوجها؟ العلاقه يسمى زوجها متوفي الله يرحمه ويسامحه. ما عودتش الزواج؟ ما عودتش؟ ما ها هي خلاص. والرؤية هذه كانت لي سمعنا ملي جات من العمرة. الله يبارك. والرؤية هذه كانت في الليل ولا في النهار؟ في الليل. هاي خلاص، إذن أبقي معنا وستسمع الجواب. ومرحبا بأختي مريم، مرحبا. صح الله الشيخ يسمع. صح الله يبارك فيك. خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه. الرؤية الأولى ما أقوله لك أختي مريم، زوجك عليه أن يطالب بحقه، لأن الدراهم اللي أعطاهم له عمه مقطعين يعني، ورفض أخذهم وأمر باستبدالهم، ويعني هذا يدل على أنه مظلوم، وعمه هذا يتقي الله عز وجل، وكل من يسمعني من عباد الله أن يتقوا الله في هذه التركات وفي هذه المواريث. فإذا كان عنده حق يديه فلماذا لا تعطيه له؟ أي إنسان عنده حق في الميراث يتقي الله عز وجل ويعطي حقوق الناس في الدنيا قبل أن تكون يوم القيامة بالحسنات. ولهذا كثير من الناس راهم يظلموا النساء ويظلموا البنات، يعطي الميراث للرجال يعني، والبنت أو المرأة ما يعطي لهاش. وربنا من فوق سبع سماوات أعطى هذه المرأة حقها في الميراث، وأعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم حقها في الميراث، ويجي هذا كحل الراس، ويجي هذا في القرن الواحد والعشرين يقول لك أنا متغلظ كورة ما منتش الإنسان تشكون، هذا ماهوش مالك، هذا مال الورثة، هذا حق هذه المرأة المغلوبة، وتدعي وتقول حقوق المرأة، أنت أول من ظلمت هذه المرأة، فاتق الله وأعطيها حقها الذي أعطاها إياه الإسلام. فزوجك يطالبه بالتي أحسن، ويشتكي به للإمام ولأعيان ويعني وجهاء المنطقة، فإذا أعطي حقه فبها ونعمت، وإلا فليرفع دعوة إلى القضاء وسينصفه القضاء، وليس بذلك عيب ولا عار، لأنه ذهب إلى القضاء الجزائري، والقضاء الجزائري الحمد لله مسلم، ما راش إلى قضاء تاع كفر تاع يعني دولة أوروبية كافرة، إنما هو لجأ إلى محكمة جزائرية قضاتها مسلمون مؤمنون ورب الكعبة، ونعرف منهم الكثير، وفيهم حتى حفظة القرآن الكريم، ويصلون معنا الجمعة والصلوات وغيرها. ونسأل الله أن يعطيه حقه عاجلا لا آجلا، والله أعلم. أما الرؤية الثانية هذه نشوفها أنا أضغاث أحلام لا يعني من الشيطان، مولاها يستغفر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويطفل ثلاثا ويتوضا ويصلي، ولا يصلي على الرسول ولا يصلي ركيعات، ويذكر الله وينساها، ولا تضره ولا تنفعه، والله أعلم. هذا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.